طيب يا فندم، يعني كل ده الحقيقة بكل تأكيد تم وفق خطة مدروسة، يعني زي ما كنت حضرتك تتكلم مع أحمد الأول بالفعل كان بيتم التعامل مع هذا الملف بشكل عشوائي، كانت بتبقى في صورة مبالغ مالية أو تعويضات بتقدم للمواطنين اللي تضرروا من سكنهم في هذه المناطق، بس المرة دي احنا قررنا ان احنا نفكر ونضع خطة مدروسة عشان نعرف ان احنا بالفعل نبني حياة جديدة، وهو ده كان المفهوم او الهدف الاسمى او العنوان العريض اصلا للتعامل مع هذا الملف. لما جينا في البداية نضع هذه الخطة يا فندم، الموضوع نفسه برغم خطورته واهميته بس في نفس الوقت هو دقيق جدا وكان يجب التعامل معاه بمنتهى الدقة. ده حقيقي. طيب خليني اوضح لحضرتك، هو فعلا الصندوق اول ما ابتدينا احنا في الحقيقه عملنا حاجه اسمها الخريطه القوميه عشان نحدد المناطق الغير امنه، المناطق العشوائيه عامه سواء غير امن او غير مخطط او اسواق عشوائيه. ابتدينا عملنا خريطه قوميه، حددنا حدود كل منطقه بعدد الوحدات التهريبي ودي النقطه اللي كانت مهمه جدا، ان انا بحدد يعني الخطوره، خطوره كل منطقه سواء خطوره درجه، يعني صنفنا المناطق حسب درجات الخطوره عشان اقدر اعمل استراتيجيه التدخل. ويمكن دي لحضرتك الجزئيه اللي بتقولي فيها، يعني انا في مناطق ما ينفعش الناس ترجع ليها، لا يمكن ينفع ترجع ليها. مثلا زي المناطق اللي هي معرضه لانهيارات جبليه، زي المناطق اللي موجوده في جبل مقطم ومناطق في منشيه قاصر، دي انا ما ينفعش الناس ابني لها في نفس المكان. لان دي جيولوجيا مناطق خطره، لو مناطق مخرجات سيول، ويمكن في تجربه يعني للاسف يعني حادث كان حصل اللي هو في السيول اللي حصلت في 21 اللي كان في المنطقه اللي كان بيطلق عليها زرايب 15 مايو، نتيجة السيول يعني المنطقة بالكامل انجرفت، عشان كده ده لازم بننقلها وعملنا لها مجتمع عمراني جديد بقى اسمها ظهور 15 مايو. فهو في الحقيقة احنا كل طبقا للتصنيف حددنا آلية التدخل، ويمكن ده احنا يمكن الصندوق احنا قعدنا حوالي سنتين وطبعا بالتنسيق مع جميع المحافظات الجمهورية، لما حددنا الخريطة وصنفنا المناطق ابتدينا حطينا استراتيجية التدخل لكل درجة خطورة. فبالتالي زي ما قلت لحضرتك الدرجة الأولى ده ما ينفعش إن أنا أبني في نفس المكان، اللي هو النموذج اللي إحنا كلنا شايفينه اللي هو في الأسمرات أو المحروسة، إحنا بننشئ مجتمعات عمرانية جديدة وبعد ما بننشئها بنبتدي ننقل الناس. لو الناس قاعدين في مناطق خطرة وحاسين إن في يعني ممكن يتعرضوا لاي انهيارات او اي مشاكل والمشروع لسه بينشا، الدوله من خلالنا طبعا بنوفر لهم ايجارات شهريه طبقا للايجار اللي هو متعارف عليه في المناطق دي، وبياخدوا ايجارات شهريه لغايه النموذج ده مثلا اللي احنا عملناه في المنطقه اللي كان بيطلق عليها تل العارب اللي هي دلوقتي صحيح. اسمها روضة السيد بالظبط. فهو في الحقيقه احنا يعني من خلال التصنيف ابتدينا عملنا استراتيجيه للتدخل في كل منطقه، وده اللي نجح يمكن الملف. وخليني برضو اوضح، يمكن احنا كان استاذ ايهاب يعني معلش حضرتك ذكرت مشروع انا بشوفه هو مشروع يعني مش مجرد كمان ازاله منطقه كانت مهدده اللي هي تقع على الساكنين والقاطنين فيها، لا هو تغيير وإعادة الوجه الحضاري لمصر القديمة مرة أخرى، روضة السيدة تحديدا. لكن خلينا نتكلم عن حاجة مهمة قوي قدرتوا اللي انتوا تنجحوا فيها، فكرة ان كان في عدم ثقة بسبب إرث متوارث من يعني القديم ما بين المواطن وما بين الدولة ممثلة في الحكومة، فكرة انتوا النهاردة هتخرجوني لا انتوا مش هترجعوني، لان انا شفت بدا رؤى العين في روضة السيدة ان المواطنين اللي خرجوا بمجرد ما شافوا المنظر الحضاري اللي اصبح موجود القاطنين في المساكن اللي قدامهم بقوا يقولوا احنا عاوزين احنا كمان نتطور زيهم، خدوا مننا البيوت واعملوا لنا منازل بهذا الشكل الحضاري المتطور. ففكرة اعادة الثقة دي تغلبتوا عليها ازاي وخدت منكم وقت ازاي؟ هو برضه نقطة مهمة أستاذ أحمد، هو فعلا زي ما حضرتك ذكرت وأنا يمكن كنت هقول لحضرتك إن كان المشكلة الكبيرة اللي هو انعدام الثقة ما بين المواطن والدولة من للأسف يعني اللي كانت الحاجات اللي كانت بتحصل زمان. دايما كان بيحسوا إن الدولة بتطلع المواطن عشان طمعانة في الأرض إن هي صحيح. في موقع مميز، فطمعانين إن هم يدعوها المستثمر زي ما كان بيتقال، دايما كنا بنسمع مستثمر أجنبي وخلافه.
عندنا نماذج كتيره جدا، حضرتك ذكرت روضه السيده وواضح ان حضرتك متابع كويس جدا، لان فعلا المشروع اول ما ابتدى يعني يطلع ونعمل الواجهات بتاعته بالطراز الاسلامي اللي الناس كلها شافته، ابتدى يعني يطلق في المنطقه بالكامل، يا جماعه خلي بالكم الدوله ضحكت عليكم ومفيش حد هيرجع تاني، دي كلها هتتباع استثماري. وكان طبعا في قلق، بس خليني اوضح برضه، هو يمكن يعني السيد رئيس الجمهوريه لما افتتح الاسمرات في 5/2016 يعني الناس حست ان رئيس الجمهوريه نازل بنفسه بيسلمه مهتم بهذه الفئه العقود، كان ابتدى من هنا يعني ايه، حتى احنا لما بدانا ننزل الناس لا حسوا ان فعلا في يعني في الناس هترجع وفعلا الوحدات دي بتنشا ليهم، خاصه ان هم انت عارف ان هم كانوا بيستلموها مفروشه بالكامل سواء فرش او اجهزه او يعني كامله من كله، يعني بيروحوا بالمفتاح يعني. ففعلا دي كانت نقطه يعني لما لقوا فيه مصداقيه ابتدت فيه ثقه. وخلينا ادي لحضرتك مثل ثاني واكيد انتوا عارفينه كويس جدا، منطقه مثلث مزيرو. منطقه مثلث مزيرو دي كانت بتعاني والناس يعني حتى احنا من النقاشات اللي كانت حصلت زمان، انت عارف حضرتك احنا حطينا بدائل كبيره جدا، هو طبعا التنفيذ بعد كده وزاره الاسكان هي اللي نفذت، بس احنا الاليه والتدخل مع الناس ولغايه ما وصلنا لاتفاق ده كان مجهود الصندوق. احنا ادينا لهم اختيارات اللي هو كان الرجوع في المنطقه بعد التطوير او ان هم ياخدوا تعويض نقدي او بقيمه التعويض نقدي ياخدوا وحده مفروشه في الاسمرات. صحيح يا فندم، يمكن يعني اعذرني المقاطعه، لكن الحقيقه يا باشمهندس يعني جهود كبيره جدا، واحنا بنتكلم عن هذا الملف كان بالنسبه لنا من ضمن الافات اللي موجوده في مجتمعنا، وكنا متعامل معاها ان هي امر واقع، ما كناش متخيلين ان بالفعل يمكن التدخل للقضاء عليها من الاساس من جذورها.